فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما الفرق بين قول الله عز وجل سورة الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ الفرق أن الأول في السابقين، السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأنه كلما تمادى الوقت ضعف الدين. الثانية أصحاب اليمين أقل مرتبة من السابقين، صار فيهم جماعة من هؤلاء وهؤلاء. الثلة الطائفة قليلة أو كثيرة، لكن ثلة من الأولين يعني كثيرة، بدليل قوله وقليل من الآخرين.